ولازم زي ما حيينا ابتداء دعاء وندى لازم نحذر اسلام الشهابي لاعب الجودو المصري ونقول له يا ابني ما حدش هينفعك وما تخليش السكينه تسرقك واوعى اللي حواليك او انت تضحك على نفسك وتقول هلاعب البطل الاسرائيلي واكسبه ومصر هتفرح. لا، مصر بتبكي، مصر بتحزن وهتفضل للابد وسط عيلتك وولادك وبلدك اللي بجد خاين ومطبع مع العدو. زي ما هيفضل رشوان بطل رفض يستغل إصابة خصمه، وزي أحمد عوض بطل الجودو اللي برضه رفض في 2012 يلاعب عدو الصهيوني. يا شهابي اوعى السكينة تسرقك، يا شهابي ما دايما لوجه الله والسيسي زايل، اوعى تلعب مع الإسرائيلي. الله غالب، واشوفكم يوم السبت.